السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العنود أو عنودي إكس أو. فيديو اليوم يا حبايبي بيكون تكملة شرح أحداث قصة ألعاب ليسي المرعبة، فاللي ما شاف الجزء الأول يشوفه ضروري عشان يفهم القصة كويس، وراح يطلع لكم رابط الجزء الأول فوق على اليمين أو على اليسار. وبس، فقبل لا نبدأ يا حلوين كالعادة لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا وجيبوا لكم سناك عشان تستمتعون معي بالقصة، وخلونا نبدأ الرعب. القصة تبدأ في سنة 2004 وتتكلم عن شركة ألعاب صغيرة اسمهم يانيا سو جيمز، والفريق مكون من بنتين، واحدة اسمها روسيو والثانية اسمها غريس. هذول الصديقات أنشأوا موقع في مجموعة ألعاب متنوعة لشخصية خيالية اسمها ليسي وأصدقائها جاي وميسي، وطبعا هالألعاب مخصصة للأطفال مثل تلبيس ليسي أو مكياج ليسي وما إلى آخره. وكانت هالألعاب مشهورة من سنة 2004 إلين 2007، لكن في آخر السنوات بدأت تظهر أشياء مرعبة جدا في ألعاب ليسي، وهي مشاهد مرعبة ودموية وصراخ والكثير من الأمور الغريبة والغامضة. وبسبب هالشي اشتكوا أهالي الأطفال عليهم، ومن بعدها الناس ما عاد صاروا يلعبونها. واللي كانوا مسؤولين عن ألعاب ليسي اللي هم روسيو وغريس، فروسيو بشكل غامض اختفت، بينما غريس كانت توضح للناس أن هي بريئة وما لها دخل بالأشياء المرعبة والغريبة اللي تصير بألعاب ليسي. فهذه هي القصة باختصار شديد. قبل لا ننتقل للأحداث الجديدة، حنا عرفنا بالجزء الأول أن روسيو وغريس انقطع التواصل بينهم في سنة 2010، وكان سبب اختفاء روسيو عن الكل بشكل غامض هو أنها شبكت نفسها بأسلاك الكمبيوتر وروحها صارت محبوسة بداخل ألعاب ليسي، وبسبب حياتها التعيسة والمأساوية أدى هالشيء إلى فساد ألعاب ليسي وتحولها لمشاهد مرعبة ودموية تتعلق بحياة روسيو الحقيقية. فروسيو سوت هالشي على أساس أنها تكون سعيدة للأبد وتنسى ماضيها التعيس. الحلقة الجديدة الواضح أن أحداثها في نفس السنة اللي هي 2010. يبدأ الفيديو بليسي وهي تغني مع فرقتها اللي هم ميسي وجاي. بعدها نشوف غريس تتكلم عن موضوع روسيو وألعاب ليسي، يعني غريس لا زالت تحاول تعرف ليش قاعد يصير كذا بألعاب ليسي. فهالمرة غريس قاعدة توضح الأشياء الغريبة والمرعبة اللي تصير بألعاب ليسي لوحدة اسمها تشارلي، وأعتقد أنها صديقتها. المهم، فلما خلصت مقدمة أغنية ليسي ظهر فجأة صوت صراخ ليسي اللي هي روسيو. وقالت غريس لتشارلي أن هذا صوت روسيو اللي تغني، وأنها هي اللي دايما تأدي صوت ليسي. وأيضا قالت أن روسيو لما كانت تغني أغاني ليسي كانت تتوتر بزيادة وتشد أعصابها بشكل متكرر، لدرجة أنها تشد شعرها بقوة وتضرب راسها، وبرضو لما تروح للحمام وانت بكرامة تقعد تصارخ بحيث أن كل اللي بالاستوديو يسمعونها. بعدها قالت تشارلي طيب سألتيها إيش اللي تعاني منه، ورد غريس كان مرة غريب، وهي أنها ما اهتمت ولا كلفت على نفسها أنها تسأل روسيو عن وضعها. حتى لما انقطع التواصل بينهم كانت غريس غير مبالية إذا روسيو على قيد الحياة أو لا. فحللت غريس من نفسها أنه روسيو أصلا مختلة وتسوي تصرفات غير طبيعية. ثم بعدها قاموا يبحثون بالموقع ووصلوا لصفحة التعريف بالشخصيات. هنا قالت تشارلي أنها لما كانت طفلة كانت شخصيتها المفضلة هي جاي، فتاة لوحة تزلج. لكن ردت غريس وقالت أنا ما أتفق معاك، وأن ميسي تعجبني أكثر، لأن في عام 2009 بدت تصير أشياء مرعبة مرة وغريبة بلعبة جاي ولوحة تزلج، وكأن ليسي تقتل جاي بشكل دائم. قامت قالت تشارلي أنا ليش ما أتذكر أي شيء من هالأشياء؟ فجاوبتها غريس أنه ممكن بسبب الصدمة. ثم بعدها شغلوا اللعبة وكانت عادية جدا، لين فجأة بالمستوى الثاني من اللعبة بدت القلتشة وظهرت هالأرقام اللي هي 0 13 سالب 2 0 0. وصراحة ما عرفت إيش المعنى من هالأرقام، هل ممكن تكون شفرة أو تاريخ ميلاد أحد الشخصيات؟ الله أعلم. أيضا بالمستوى اللي بعده كانت فيه قلتشة خلت جاي تسرع سرعة جنونية، وكل الطريق كان فيه علامات تحذير، لكن بالنهاية جاي راح تطيح بمكان زي الفخ وكله أشواك وتموت.
ثم تظهر جثة غريبة والواضح أنها جاي ومكتوب جنبها أنت اللي قتلتيني. بعدها نرجع لتشارلي وغريس، وتشارلي كانت منصدمة ليش روزي سوت كذا بألعاب مخصصة للأطفال. ردت عليها غريس وقالت أنا علمتك أن روزي فعلا مختلة وما تعرف تسوي شيء مخصص للأطفال. طبعا غريس ما كانت تعرف أن في خلل وأشياء مرعبة بلعبة جاي ولوحة تزلج إلا يوم جتها رسائل بالبريد من أهالي الأطفال الغاضبين. وقالت غريس أنا ما صدقتهم إلا يوم جربت اللعبة بنفسي. ومن بعدها روسيو استمرت تتعبث بالموقع وحذفت شخصية جاي بالكامل مع جميع ألعابها. لكن المرعب أن من بعدها بدت جاي تظهر بشكل بشع وغريب في الموقع أو الألعاب الثانية من تلقاء نفسها. بعدها غريس وتشارلي راحوا يجربون لعبة ثانية وهي لعبة مكياج ليسي، والمطلوب منك بكل بساطة انك تمكيجين الزباين وتاخذين لهم صورة. اول زبونتين كان الوضع ماشي تمام وما كان في شيء غريب، لكن لما نجي للزبونة الثالثة بنشوف ان وجهها فجأة تجمد بطريقة مخيفة، وبعدين تطلع لنا خانة مكتوب فيها عالجيها الان. والمريب ان اللاعب او بالاصح ليسي فعلا تقدر تعالج الزبونة، فالشيء اللي صار مرة غريب بس ما هو مرعب زي اللي راح تشوفونه الحين. الزبونة الرابعة بينما حنا نمكجها بشكل مفاجئ وغريب راح تظهر دودة حول الزبونة، وكالعادة ليسي أو اللاعب راح يشيل الدودة. الزبونة الخامسة الشيء المرعب فيها هو شكل عيونها الغريب، لكن اللاعب اكتفى بأنه سكر عيونها. هنا الرعب يزيد لما تظهر الزبونة الأخيرة واللي هي جاي فتاة لوحة تزلج اللي ماتت ومسحتها روسيو بالكامل. لكن حنا قلنا قبل أن جاي رغم أنها محذوفة إلا أنها بشكل غريب تظهر في بعض الألعاب. بعدين بشكل غريب تظهر ليسي وهي منسدحة على الأرض وكانت في حالة انهيار، لكن لو تركزون بالكلام الموجود في اللوحة الخلفية بنكتشف أنها في المشرحة أو ثلاجات الموتى. والشيء اللي ببالكم طلع صحيح، وهو أن ليسي كانت تمكج ناس ميتة ومتحللة، وهذا اللي يفسر الأشياء الغريبة اللي صارت باللعبة. ثم بعدها بنشوف ليسي وهي تبكي وتكلم نفسها. يعني عرفنا من هالجزئية أن ليسي خلاص تحولت لروسيو، وقاعدة تقنع نفسها أنها بس تحتاج مكياج عشان تطلع حلوة. وهنا نشوف كيف المكان وشكل ليسي تغير بثواني ورجعت للعبة المكياج. بعدين ليسي تروح للمراية ولا زالت مقتنعة أنها سعيدة وجميلة بالمكياج وناكرة كل الأشياء الحقيقية اللي تصير قدامها. فلما ليسي رجعت للعبة على أساس مكياج جاي تحولت عيونها وصار شكلها مرعب جداً. Thank you.
ثم نكتشف أن جاي فعلا ميتة ومتحللة، وليسي مطلعتها من ثلاجتها ومستمرة أن اللي قاعد يصير يمديها تعالجه من المكياج. بعدها نرجع لمحادثة غريس وتشارلي، لكن في شيء غريب بواجهة الكمبيوتر وكأنها عيون تراقب. هل ممكن تكون روسيو تراقبهم؟ تقول غريس أن روسيو استمرت في أنها تقتل جيب كل مرة لين سببت صدمة نفسية للأطفال. والشيء الأهم يا جماعة، أنا بدأت أشك صراحة بغريس مرة، لأن بعدها تشارلي سألتها ليش ما وقفتي روسيو، فكان رد غريس جدا أناني وغير منطقي، وكأنها تبي تبرئ نفسها أو ممكن أنها تخفي سر مظلم. قالت ما في شيء يوقفها، وأن روسيو كانت غريبة وتحسسني بشعور مرعب وغير مريح، وأن كل الأشياء اللي صارت ما لي دخل فيها ومو بخطأي. وبرضو قالت أن مكانها مفروض في المصحة العقلية، يعني أنت مسوية شركة ألعاب صغيرة مع روسيو وصممت كل هالألعاب، والحين جاي تقولين أنا ما لي دخل بالموضوع. المهم فردت تشارلي عليها وقالت طيب يا غريس، ما حسيتي بالفضول أنك تبين تعرفين وين مكان روسيو؟ فكان رد غريس هي أنها ممتنة وسعيدة بعدم معرفة مكان روسيو. وهنا يظهر وجه واحدة الواضح أنها روسيو، وأيضا بشكل مريب يطلع ملف مجهول خلفهم، وفي جسم غريب ووجه واحدة كأنها حاطة مكياج، والأكيد أن لها علاقة بروسيو أو ليسي. بعد إلحاح تشارلي، غريس وافقت بأنهم يبحثون عن مكان روسيو، وتنتهي الحلقة بأغنية من أغاني ليسي اسمها الوداع. وراح نلاحظ أن ليسي حزينة جدا بسبب فقدانها لجاي، وأيضا بنشوف خلفها بوستر للحفل الموسيقي الخاص بليسي وفرقتها، لكن تم إلغائه بسبب موت جاي. وهذه بعض كلمات الأغنية اللي عبرت عن حزن ليسي. بعد الأغنية راح تطلع لنا كلمات ومجموعة صور مرعبة بنفهم منها ليش تم حذف شخصية جاي. من ضمن الصور في صورة كأنها روسيو وهي تنزف،
وأيضا في صورة لجاي وليسي وكان بينهم مشاجرة عنيفة وانتهت بأن جاي تخنق ليسي لين تموت. بس حنا عرفنا أن ليسي أكثر من مرة ماتت بالحلقات السابقة، لكن بشكل غريب ترجع للحياة مرة ثانية، والأكيد الموضوع يعني له علاقة بروسيو. أيضا في صورة ثانية لجاي وهي عارية وتنزف من فمها ومكتوب فوقها البنات الميتات ما يبكون. والحين تعرفون ليش صار كل هذا. في صورة أنا ما تكلمت عنها بالبداية وخليتها آخر شيء. نرجع لسنة 2009 أول ما صارت مشكلة لعبة جاي ولوحة تزلج. كان في إيميلات بعنوان قلق بشأن إحدى شخصيات ألعاب ليسي، وطبعاً الإيميلات كانت لأباء الأطفال الغاضبين وتكلموا لروسيو عن شخصية جاي إنها مسترجلة وتحب الأشياء الذكورية ومو بأنثوية أبداً، فلازم تحذفها من ألعاب ليسي لأنها بدأت تأثر على أطفالهم. فلهذا السبب روسيو كانت تخلي جاي دايماً تموت بلعبتها. حتى تتذكرون لما ليسي خذت جثة جاي وقامت تمكيجها، هي سوت كذا عشان تكون أنثوية بنظرهم وعشان يرضون. يعني تحسون الموضوع في صراع داخلي في شخصية ليسي بين روسيو وليسي، فروسيو تبيها تموت بينما ليسي تبغى صحبتها ترجع، لكن للأسف ما تقدر. فالصورة هذيك اللي فيها مشاجرة بين ليسي وجاي كانوا يوضحون لنا أن جاي ما تبغى تنحذف أو بالأصح تموت. أما بالنسبة للكلمات اللي كانت تطلع، الغالب أنها تعبر عن شخصية جاي وليسي، وهي الإنكار، الغضب، المساومة، والاكتئاب، والقبول. فاللي نفهمه من سالفة جاي هو أنه مو كل البنات يكون لهم ستايل واحد، لا كل واحدة وستايلها. في اللي ستايلها مرة أوفر دلوعة، وفي اللي ستايلها مثلا يكون كذا مايل للغوثيك أو الإيمو، فهمتوا كيف؟ فمو شرط يعني إذا أنا ستايلي كذا خلاص أنا معناته أن ماني بنت، فهمتوا كيف؟ فهذا اللي كانت تبي توصله ليسي للمشاهدين أو خلينا نقول للأباء. الحين ننتقل للموقع اللي كان مليان أسرار جديدة وصادمة جدا. فنبدأ أولا بقسم تعريف شركة يانياسو جيمز، واللي كان مكتوب مرة شيء غريب ومرعب. فيعني الموضوع طلع أن روسيو وغريس صديقات من الطفولة ومع بعض لين دخلوا الكلية، ومع هذا غريس قاعدة تبين لنا أنها ما تحب روسيو ولا اهتمت لها. بس الغريب من هي صاحبة العمل الفني اللي تم قتلها؟ والمرعب لما نشوف تعريف شخصيات ألعاب يانياسو بنشوف تعريف ميسي وكان عادي ما في شيء، لكن ما رح نلقى صورة لليسي ولا جاي. لكن لما ننزل لتحت شوي بنلقى صورة مرعبة وسوداوية لبنت شقرة، وعشان أصدمكم أكثر كان مكتوب فوق صورتها حرف L، وواضح أنه تلميح للشي يخص البنت هذه. فقعدت أحفر بالموقع أبي أعرف إيش قصدهم بحرف L، وهنا اكتشفت قنبلة. لأن لما رحت لقسم المتجر اللي لسه ما خلصوه ضغطت على صورة ليسي قلت بشوف إيش يطلع، وطلع لي رابط وكان مكتوب اسم بنت تدعى لينتسي. والصدمة أن الرابط كان يحتوي على نفس صورة البنت الشقرة. فهل هذه شخصية ثانية كانت موجودة بألعاب ليسي وتم حذفها؟ برضو لقيت رابط ثاني سري في صورة يد روسيو وهي مربطة بالأسلاك، والخلفية عبارة عن صورة لليسي مع كلام، وهذا اللي كان مكتوب. يعني طلع الموضوع وكأن روسيو تعاني من ليسي وليس العكس زي ما كنا متوقعين قبل. فصارت ليسي مخلدة مهما ماتت وراح ترجع مرة ثانية بمجرد أننا نفتح لعبتها، وطبعا السبب يرجع لوجود روسيو.
بعد ما خلصنا مذكرات أو مدونة لينسي أتوقع عرفنا إيش اللي فعلا صار. نظريتي هي إن ليسي هي نفسها لينسي، يعني ليسي واقعية مو مجرد شخصية خيالية، وحبيبها السابق اللي اسمه كريستيان تم القبض عليه بدون ما نعرف إيش جريمته. فكريستيان شكله هو المهووس اللي كان يقتل ليسي وياكل بقاياها في الألعاب. الشيء المرعب اللي أعتقده أن لينسي لما راحت تعيش عند غريس، الواضح أن غريس وأحد ثاني معاها شكلهم عذبوا لينسي وبعدين ربطوها بأسلاك الكمبيوتر نفس ما سوت روسيو بنفسها. واللي خلاني أقول هالنظرية هو لما حفرت أكثر بالموقع اكتشفت صفحة سرية واسمها بارادايس أو الجنة، وكانت مليانة بمعلومات وأشياء يا جماعة، صدمة صدمة حرفيا ألف صدمة. أول شيء كان مكتوب مرحبا بك يا غريس في أسوأ كوابيسك، والعنوان المخفي لما نحدده يطلع مكتوب ارتكاب جرائم القتل منذ ظهورها، وأتوقع يقصدون ليسي. وبعدين العبارة اللي تحتها على طول سكاكين مجانية على الإنترنت على معدتك أيتها، يعني كأنهم يوضحون لنا أن ظهور ليسي سبب جرائم قتل مروعة. والجملة الثانية اللي فيها شتم أحس الغالب أن المقصودة هي غريس لأن الصفحة مخصصة لها. وخذوا الصدمة اللي بعدها، حنا مو بعرفنا أن لينسي هي اللي صممت العمل الفني للعبة، لكن في تعريف شركة ألعاب ينيسو في شخص مجهول كتب أن المسؤولة عن العمل الفني ما تبي تظهر هويتها، لكن فكرتها ما عجبتني فقتلتها. فهل ممكن تكون غريس هذا هو السر اللي مخبيته، انها قتلت لينسي وسرقت فكرتها بالتصميم؟ وممكن بسبب هالشي صارت لعبة ليسي ملعونة بروح لينسي وبنفس الوقت بروح روسيو، والدليل انه مكتوب جنب صور ليسي قاتلة. طبعا الحروف مخربطة بس انتم لازم ترتبونها عشان تطلع لكم كلمة قاتلة بالانجليزي. ولما ننزل لتحت يا جماعة بنلقى صدمة جديدة، وهي أن في شخصية كانت المفترض تكون هي بطلة ألعاب ليسي واسمها مادلين، والتعريف الخاص فيها حرفيا نفس وصف ليسي أنها تحب الموضة والمكياج والأمور هذه. حتى البنر كان مكتوب ألعاب لينسي، لكن أظن غريس خذت الفكرة وشطبت الاسم وحولتها لألعاب ليسي جيمز، فهمتوا كيف؟ وترى ما في فرق يعني مرة بين اسم لينسي وليسي، يعني مرة يتشابهون بالنطق. أو ممكن يا جماعة أن غريس لاحظت قلتشة شخصية مادلين اللي هي لينسي وبدت تسوي نفس تصرفات ليسي المخيفة، فهنا قررت أنها تستبدل الشخصية كاملة بليسي وتخفي مادلين الشخصية الأصلية في صفحة سرية. أيضا من الأسرار الصادمة وهي صورة لحبيب لينسي السابق، وكان يدخن وكانت فيه كتابات على الصورة حقتها زي اللي ترك من جذاب لما تدخن. وأيضا كان مكتوب عبارة وكأن لينسي توضح للمشاهد معاناتها وهي أنها تبي تموت أفضل من أنها تكون لحالها. وتوقع يا جماعة لينسي هي نفسها مادلين لكن لما تحولت لشخصية لعبة، فهمتوا كيف؟ وبرضو قالت ما أبغى أعيد هالشي مرارا وتكرارا، وهذه العبارات قد شفناها قبل من روسيو وأنها تعاني ومحبوسة بشخصية ليسي. أيضا تذكرت شيء مهم يا جماعة، شفت الصورة اللي ظهرت لنا اللي كان فيها شجار عنيف بين ليسي وجاي؟ قعدت أدقق بالصورة أبي أشوف من البنت الثانية، ولاحظت أن شعر البنت الثانية يعني لونه أزرق مو بأشقر نفس جاي. فهل ممكن صار شجار بين روسيو ولينسي؟ أدري أن بعضكم الحين إلا حس أنت تو قاعد تقولين أن لينسي هي نفسها مادلين. أنا يا جماعة قاعد أقول نظريات من عندي وما أدري يمكن تكون صحيحة، يعني ممكن لينسي ما أخذ شخصية ليسي وما أخذ شخصية مادلين، لكن مادلين خلاص يعني تم حذفها، فهمتوا كيف؟ فصارت روحها في شخصية ليسي يمكن. أيضا من كتابات لينسي بالصفحة هذه كانت تقول من راح يدري أن هناك، كل اللي بمدينتي ضحية لليسي. لما شفت عبارة أنهم ضحية لليسي قعدت أفكر شوي وقلت يا أخي ممكن أن ليسي بكبرها ملعونة ومسكونة بكيان شيطاني، وممكن لينسي كانت أول ضحية لها. واللي خلاني أقول كذا كان في عبارة تقول أنه حقيقي يا لينسي، والضمير هي، فمعناته يا أنه يقصد ولد يا أنه يقصد يمكن كيان شيطاني. وأيضا في شفرة موريس لقيتها في الصفحة هذه، ولما فكيتها طلع هذا الكلام اللي هو لا يزال بإمكاني سماعه متصلا بالشاشة. صراحة أنا هنا ما فهمت إيش تقصد. فحرفيا يعني أسرار موقع ليسي فجرت أم مخي، ولازلت أبي أعرف هل لينسي ضحية
واللي قتلتها غريس، ولا الموضوع أنه ليس بكبرها لعبة ملعونة ومسكونة من قبل لا تقتل أحد؟ فما أدري، أنتم عطوني رأيكم تحت في الكومنتات. إلى هنا يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا معي بالتحليل وشرح الأحداث الجديدة، وضروري تعطوني نظرياتكم وتحليلاتكم نفس ما سويت، أبى أشوف من يعني من اللي مثلا فكر خارج الصندوق. والله صدق ممكن نلقى يعني أحد من التعليقات يعني مثلا قدر يربط الأحداث بشكل يعني بشكل منطقي أكثر، فهمتوا كيف؟ يعني أنا صراحة أشوف تحليلي حلو، بس بنفس الوقت أحس إن في بعض الأشياء ما أحس إنها مترابطة أو مثلا منطقية شوي، فهمتوا كيف؟ فضروري تكتبوا لي تعليقاتكم عشان أشوف تحليلكم ونظرياتكم. وبس يا حبايبي، لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية.